السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. طبعا مثل ما تلاحظون أمامكم هاي الصبار اللي عندي. طبعا لكثرة السقي تسبب خيسان الأسفل والجذور راحت كلها. فسويت جيت أول ما سويت شلت الأجزاء الخايسة طبعا منها مثل ما تلاحظون بيها كثير خيسان جذور أصلا رايحة. فسويت أني قمت نظفت الشغلات اللي خايسة منها شلتها الميتة. شو راح أسوي بيها؟ ما راح أذبها طبعا، راح أشيلها أخليها شوية تجف بس مو على الشمس يعني، طبعا شوية أخليها شوية تنشف تجف تبس الأسفل مالتها شوية عطشها يعني هاك الشي، وأرجع أخليها بتراب. تراب شنو؟ تراب مال البنية حتى شنو سريع التصريف ولا يخزن مي. فخليها شوية وارجع ازرعها. طبعا اصدقائي الاعزاء بعد ما خليتها شوية جفت مثل ما تلاحظون، طبعا الاسفل مالتها بعد رطب بس مثل ما تلاحظون تنداس. هاي ما راح اقصها، راح اخليها انطيها فرصة انه بحاول انه تطلع جذر. اذا ما طلعت جذر راح ارجع اقصها منها وازرعها مرة ثانية، بس راح اقلل الرأي كلش عليها يعني اخليها بحيث انه تعطش حتى ما تخيس بعد. مثل ما تلاحظون اني الرمل اللي عندي سويته طبعا رمل البنية اثريته يعني زراعة الصباريات. فش راح اسوي؟ راح اسوي فتحة هيج صغيرة وانزل الصبار. طبعا كله شوك ناعم بس عادي متعود. مثل ما تلاحظون حاولت انه اسفل الجذر الاسفل كله حتى الى الاسفل ما طلعت راح اطلع من صفحتها. هذا مثل ما تلاحظون انه كافي ما راح ادفنها بعد شوية، راح اسقيها. اتمنى انه ينال اعجابكم على الفيديو واستفدتوا، انه لا تضرون اي نبات حاولوا وياه لحد اخر ما ينتهي. هذا كل اللي ردت اوصل لكم اياه، اتمنى الكل يستفاد من هذا الشيء. تحياتي لكم، مع السلامة.